التجربة المصرية. يتناول هذا الفيديو رؤيتي الشخصية للتجربة المصرية من منظور الأعمال. حقوق الإنسان في مصر. أرتكز تطبيق مفهوم الرقم الوطني الفريد بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تكاملية جميع الخدمات بالقطاعين العام والخاص حول احتياجات الشخص العادي. بلاد معدودة نفذت هذا المفهوم المتكامل كأساس لشفافية وكشف الفساد. ويعتبر المفهوم أعلى وسيلة لاحترام حقوق الإنسان. مصر الآن في عصر الرقمنة. في عام 2011 واجهت مصر وقتا مضطربا. ففي 9 فبراير تنحى الرئيس الراحل مبارك لتعيش مصر فترة عصيبة تعرضت فيها البلاد وحقوق مواطنيها للعيش الآمن والازدهار لنكسة شديدة. لقد حظي الإخوان المسلمون بفرصة الحكم نقطا وأصبحت مصر على شفا الإفلاس. في 30 يونيو 2013 رفضت مصر ايديولوجية الاخوان المسلمين الزائفة ووقفت الامة باكملها معا لوقفهم. ازاحت مصر جماعة الاخوان المسلمين في 3 يوليو 2013 لتبدأ مصر الجديدة بعد رفض جماعة الاخوان المسلمين من الافلاس الى الازدهار. يعود تاريخ مصر إلى أكثر من 7000 عام بحضارة وتراث واضح المعالم. مصر بدأت التاريخ. مصر تربط الشرق بالغرب وشمال بالجنوب. يتمثل تحدى مصر الجديدة لتحقيق الازدهار في التغلب على حالة شبه الإفلاس بعد حكم جماعة الإخوان المسلمين لمدة عام. بمشروع ممول بالكامل من عامة الشعب المصري نجحت مصر في توسعته. قناة السويس في غضون عام واحد فقط نقطة. ليعطى هذا النجاح دلالة واضحة على صورة مصر الجديدة. ظهرت الروح الجديدة لمصر الجديدة في 6 أغسطس 2015. أعلنت مصر هديتها للعالم. قناة السويس الجديدة. وإنشاء مركز لوجستي وصناعي عالمي بالمنطقة. فضلا عن ذلك تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفر الاستثمار لجميع المشروعات المتوسطة وصغيرة حسب الطلب. الكهرباء كانت التحدي الثاني الذي واجهته مصر الجديدة. تعاونت مصر مع شركة سيمنز الألمانية لتركيب محطات عملاقة لتوليد الطاقة بسعة جيجاوات عالية للاستخدام المحلى أولا ثم للتصدير. البنية التحتية. شرعت مصر الجديدة في إعادة بناء وتوسيع بنيتها التحتية بدءا من الطرق لربط المدن المتواجدة والمستقبلية، تسهيل التنقل، نقل البضائع، والوصول إلى مناطق الجذب السياحي الممتدة في جميع الأراضي المصرية. تم حفر 4 أنفاق بنجاح تحت قناة السويس لربط شرقها بجانبها الغربي في زمن قياسي بغرض تنمية سيناء وتوطينها كجزء من رفع مستوى المعيشة لأهلها. تم إنشاء الكباري والجسور الجديدة لتسهيل حركة المرور. ومن بين هؤلاء تم تصميم محور رود الفرج كجسر استدامة جديد على شبكة الطرق القومية. تم إنشاء الطريق الدائري الإقليمي الذي يربط بين المدن الجديدة والقائمة وساحل شمالي الجذاب. وتتعاون مصر مع المانيا وشركة سيمنز لتنفيذ شبكة القطار فائق سرعة. وجار الانتهاء من شبكة المونوريل ودخول أجزاء في الخدمة. واستعادت القاهرة مكانتها كمدينة جميله بإعادة إعمارها وتطويرها وتطوير منطقة هليوبوليس ووسط البلد. مصر متحف مفتوح. الموارد. تستكشف مصر الجديدة مواردها الطبيعية الهائلة في جميع أراضيها ومياهها. عمدت مصر إلى الاستفادة من توافر الشمس بمتوسط 3450 ساعة سنويا. بالتعاون مع البنك الدولي بنت مصر محطة بنبان للطاقة الشمسية. تساعد وكالة الطاقة الدنماركية مصر في سعيها نحو مستقبل أكثر إخضرارا.
مصنع جبل الزيت مجمع مزرعة الرياح لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. تتعاون مصر مع مستكشف النفط والغاز الدوليين للعثور على النفط والغاز في البر الرئيسي والبحار بنتائج مبشرة جدا وواعدة. مهد استكشاف مصر للمناطق الاقتصادية المخصصة لها والمتفق عليها الطريق لاكتشاف الأحتياط الغاز الضخم الذي بدأ مع حقل ظهر كونه أكبر اكتشاف للغاز على الإطلاق في قلب البحر الأبيض المتوسط. أعقبه حقول النورس نور بنشروس ليضاف ذلك إلى خريطة حقول الغاز والأحتياط المؤكد لأكثر من 100 تريليون متر مكعب. دخلت مصر في صناعة المنصات النفطية. وجدت مصر مناجمها للذهب المثلث الذهبي في صعيد مصر، وتم بناء مصنع لاستخراج واستخدام الذهب الأسود في مصر في صناعة الطائرات والسيارات. شقت مصر طريق الأمل وسط الجبال الصخرية بجبل الجلالة. تم تطوير مدينة الجلالة العالمية الجديدة. تم اكتشاف الجبال الرخامية في الجلالة، واكتشفت المياه الجوفية في الصحراء الغربية. الإصلاحات: عندما يستقر وضع بلد فأنها تسعى لتعديل وضعها واتباع الإصلاحات بغرض تحسين أدائها وطنيا وعالميا. حدث ذلك مع مصر بالتزامن مع تحسين واستكشاف موارد مصر الجديدة. كريستين لاجارد تشيد بالإصلاحات في مصر. نوه البنك الدولي أن مشاريع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بمصر هي أفضل مشاريعهم في العالم. كريستالينا جورجيف دعمت الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19. كذلك دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي البرامج المصرية العديدة. حددت مصر مناطقها الاقتصادية، وشاركت قبرص، مصر، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، وفلسطين في تأسيس منظمة غاز الشرق المتوسط، كما طالبت كل من فرنسا والولايات المتحدة الانضمام للمنظمة. الثقة في الاقتصاد المصري آخذة في الازدياد. التجربة المصرية أثبتت نفسها. بفضل مواردها الضخمة المستكشفة، تطوير البنية التحتية، إصلاحاتها الاقتصادية، زيادة ثروتها الغذائية، وتعظيم القيمة، شرعت مصر بكل عزم على تنفيذ مشروعات طموحة للتنمية المستدامة. وترجمت أهدافها ببناء مدن جديدة، عاصمة جديدة، ومدن صناعية في شتى المحافظات. تسعى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصديري. فتم تخصيص مناطق ومشاريع جديدة تشمل على سبيل المثال وليس الحصري: المزارع السمكية، الزراعة، الثروة الحيوانية. وقد تم بناء أكبر مدينة للصناعات الغذائية وصوامع القمح بتكنولوجيات تصنيع الأغذية الحديثة، استخدام الروبوتات لتحسين القطاع الصناعي. وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من المنتجات البتروكيماوية كالفوسفات، الغزل والنسيج، الرخام، التعدين والحديد والصلب. وبالنسبة إلى الحد من التلوث البيئي، تستخدم مصر مواردها من الغاز في تشغيل السيارات. وتعمل مصر على زيادة نسبة مكوناتها الصناعية المحلية بجودة عالية، وزيادة الصناعات المغذية التي تعنى خلق مطالب لتحديث القطاعات الصناعية بأكملها وإدخال تكنولوجيات متطورة. أدخلت مصر صناعة السيارات الكهربائية، صناعة الإلكترونيات، صناعة الطائرات بدون طيار الدرونز، وصناعات أخرى عديدة. حياة كريمة. مع كل التقدم في البنية التحتية للبلاد وزيادة الموارد،
أطلقت مصر شرارة تنفيذ خطة وطنية طموحة اسمها حياة كريمة لتعكس مدى احترام حرية الإنسان ورغبة قيادتها لرفع المعاناة عن شعب عانى من الحرمان والعوز. مصر الجديدة بدون عشوائيات وترجمة ذلك عمليا بتجهيز شقق مفروشة بالكامل بنظام تسليم المفتاح لمن عانى العيش في مناطق عشوائية. مصر الجديدة تعمل على تطوير القرى المصرية لتحقيق حياة كريمة لأكثر من 58 مليون مصري. أسأل نفسي كيف يمكن أن يكون هذا ممكنا؟ الجواب بسيط يتلخص في روح مصر الجديدة بناء البنية التحتية، إضافة قيمة إلى الرمال ودعوة المستثمرين والأشخاص العادية للمشاركة في بناء مصر الجديدة، كل ذلك دون أن تتكلف الحكومة الكثير، حيث يقبل المستثمرون للمشاركة في النمو الإيجابي لمصر الجديدة مع مشروعات عملاقة مستقرة للتنمية المستدامة بالعملة المصرية التي هي أقل من قيمتها الحقيقية. مصر هي بوابة أفريقيا. تحت أشراف فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي تتبنى مصر الجديدة مساندة أفريقيا، وشارك السيد ريتشارد كويستن من سي إن إن في عام 2019 في شرم الشيخ بالدعوة للاستثمار في أفريقيا. الطريق الدولي في أفريقيا. طريق سريع عبر أفريقيا بطول 10,228 كيلومتر. بنك التنمية الأفريقي يدعم الطريق السريع بهدف تعزيز حركة الأشخاص والبضائع بين جنوب أفريقيا في الجنوب والإسكندرية في الشمال. يمر الطريق السريع عبر البلدان التالية: زيمبابوي، موزمبيق، زامبيا، تنزانيا، كينيا، إثيوبيا، جنوب السودان. بناء مصر لمحطة يوليوس نيريرا لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا. تعود جذور العلاقات بين مصر وتنزانيا إلى عهد الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس يوليوس نيريري. شرطة أول سد تبنيه أيادي مصرية بتحالف بين شركة المقاولون العربي وسويدي إلكتريك. سد رئيسي بطول إجمالي يبلغ 1025 مترا عند أعلى مستوى قمة للنهر بارتفاع 131 مترا، مع القدرة على حجز ما يقرب من 34 مليار متر مكعب من المياه. يقع السد على نهر روفيج في محمية سيلوس في منطقة موروجور جنوب غرب دار السلام، ليصبح أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا بطاقة 6307 ميجاوات ساعة سنويا. الكهرباء بين أوروبا وأفريقيا. مواصل التيار المباشر عالي الجهد. مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص وبين قبرص واليونان بطول 1396 كيلومتر. وصلة ربط بكابل طاقة بحري بين شبكات الكهرباء اليونانية والقبرصية والمصرية. الرابط الكهربائي هو طريق سريع للطاقة يربط بين إفريقيا وأوروبا. سيكون لها قدرة على نقل 2000 ميجا وات من الكهرباء في أي من الاتجاهين، بقدرة نقل سنوية تبلغ 17.5 تيران وات في الساعة. التجربة المصرية الناجحة. فرص الازدهار بمشاركات دوله. نموذج لكل الأمم الأفريقية والعالم. تتطلب احترام حقوق الإنسان لحياة كريمة وحمايته، محاربة الفساد من خلال الوضوح والشفافية. قامت جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ومملكة الدنمارك بتحقيق تكاملية جميع الخدمات بالقطاعين العام والخاص حول احتياجات الشخص العادي. بناء البنية التحتية للبلد.
اكتشاف موارد البلد الطبيعية واستغلالها بالتعاون مع العالم بأسره، تنفيذ الإصلاحات الجدية لرفع مستوى المعيشة، العمل على تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، توفير حياة كريمة للشخص العادي، إضافة القيمة وزيادة الثروة الحقيقية. تتمتع مصر بخبرة واسعة في كل من المتطلبات السبعة المستخلصة من تجربتها الناجحة. تتبنى مصر أسلوب التعامل بثقة مع العالم بأسره، وتتعاون مع المنظمات العالمية، الاتحاد الأوروبي، أفريقيا، الشرق والغرب، ولا تمتنع عن تقديم خبرتها للاعمار وإعادة الأعمار. أعتبر التجربة المصرية بمثابة نموذج فريد لتحقيق الازدهار والتعامل العالمي. تختلف عن التجربة الأفغانية والعراقية والسورية والليبية. القيم الخارجية المفروضة من خلال الأعمال العسكرية لا يمكن أن تغير دولة، ولكن يمكن للاقتصاد تحسين وتغيير الحياة في أي بلد. سوف تتطور حقوق المرأة في التعليم بشكل طبيعي عند رفع مستوى المعيشة. إنها ليست مجرد تجربة مصرية، إنها نموذج للتقدم من خلال الاقتصاد. التعاون يخلق فرصا مربحة للجانبين. أحيي الرجل الذي يقف وراء تحويل مصر من الإفلاس إلى مصر الجديدة. أهنئ رؤية وعزيمة فخامة الرئيس المصري سيد عبد الفتاح السيسي. مصر تزدهر بثقة ومنفتحة على التعاون مع العالم بأسره.